وقع وزير البترول المهندس طارق الملا ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل، وكذلك حفر 15 بئرا جديدة. هذا وأكد الملا أن قطاع البترول مستمر في عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الاحتمالات البترولية بالعديد من المناطق البرية والبحرية مرتفعة.